طبعا قطع الاتصالات والانترنت والكهرباء بهذا الشكل كان بينذر ومؤشر خطير جدا على انه في اباده هتتم وفي هجوم شرس وهجوم عنيف، وهو بالفعل ما تم. لكن هل قوات الاحتلال كانت بحاجه لده؟ بالعكس، يعني هي كانت بتعمل ده اصلا قبل قطع الكهرباء وقبل قطع الاتصالات والانترنت. لكن الموضوع زاد صعوبه حتى في وصول سيارات الاسعاف لمكان القصف. يعني حضراتكم متخيلين انه المستشفيات وسيارات الاسعاف كانت بتنتظر وبتتابع على الارض وبتشوف القصف الصواريخ نازله فين عشان تتحرك، لانه مفيش حد هيتصل مثلا من منطقه يقول لهم ان في قصف في هذه المنطقه. ويمكن احنا دلوقتي بنتابع مباشره الصور اللي بتجي لنا دلوقتي من غزه لقصف، مازال قوات الاحتلال بتنفذ حاجه اسمها الحزام الناري، يعني بمنطقه كامله بيتم قصفها بحزام ناري وبيعاد قصف هذه المنطقه مره اخرى. وحتى الصواريخ اللي بتطلق وحجم الصواريخ اللي بتطلق والقذائف والطائرات اللي شغاله تقصف بقالها 23 يوم لا تكتفي بقصف المنطقة مرة واحدة، وحتى حجم الصواريخ وقوتها، الصاروخ بينزل زي ما حضراتكم بتشوفوا على الهواء بيعمل غبار كبير جدا وبيعمل دخان مرتفع بأشكال مختلفة، حتى انه البعض بيتخيل انه في يعني استخدام أسلحة محرمة دوليا كالفسفور الأبيض وغيرها، وبينزل يعمل حفرة في الأرض. لا يكتفي فقط بإسقاط المنزل أو البيت حتى وإن كان البيت مكون من 20-30 طابق اطلاقا، ده بينزل يعمل كمان حفرة في الأرض ممكن يصل مداها 10 أو 20 متر. فحجم الكارثة الإنسانية كبير جدا هناك. سيارات الإسعاف مش عارفة الأماكن لأنه ما كانش فيه اتصالات ولا فيه انترنت، فحد ممكن يبلغ إن فيه قصف في منطقة معينة. سيارات الإسعاف كانت بتتحرك تلقائيا كده من نفسها بحسب ما بتشوف القصف فين فبيتحركوا، ده إن تمكنوا من الوصول نتيجة إن الطرق اللي بيمشوا عليها هم كمان يعني الطرق هي كمان مهدمة ومحطمة. الوضع شديد الصعوبة يا شاذلي. سيارات الإسعاف كان عندها مشكلة أصلا في الوقود عشان تقدر تتحرك، كان في مشكلة كبيرة في الوقود وفي الكهرباء في المستشفيات، عشان حتى لو سيارات الإسعاف زي ما كان شاذلي بيقول كانت بتعتمد على إنها تقعد تراقب تشوف الصاروخ هينزل فين وتحاول تتجه ذاتيا للمكان علشان تنقل المصابين والشهداء. لما كانوا بيوصلوا للمستشفى اللي أصلا محيط المستشفيات بيتم استهدافه برضه كنوع من أنواع الترويع للأمنين، إحنا شفناه على مدار الفترة اللي فاتت كان بيتم استهدافهم وكان الأمور شديدة الصعوبة. إحنا شايفين الطريقة اللي بتتبعها إسرائيل سياسة الأرض المحروقة، إنها بتحاول تهدم المكان قبل الاجتياح البري المزعوم اللي كل شوية بيتم التهديد والتلويح بيه. إحنا شايفين بالفعل تدخل بري، ولكن هم المفروض بيحاولوا يبيعوا فكرة إنه سيتم وجود اجتياح بري غير مسبوق بشكل مختلف، وعلشان كده هم بيحاولوا يدكوا المباني بالأرض بحيث إنهم ما يلاقوش أي عقبات وهم داخلين، ولأنهم يعني مش قادرين يتعاملوا مع الأهداف اللي موجودة بالفعل. التصعيد العسكري في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال واللي صاحبه من جرائم حرب امتداد لسلسلة اعتداءات وحشية وسياسة ممنهجة بتستهدف تهجير أهالينا في غزة وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية.